جزيلا شكرا، بنتواصل مع الأحباب الكرام أينما كنتم وفي صباح الشروق. انطلاقة حملة التطعيم ضد الحمى الحمراء أو الحمى الصفراء عموما بولاية الأبيض، نتابع هذا التقرير ثم نعود نتواصل معكم. وقاية للأطفال من الشلل وتعزيزا لحماية الأسر من الأمراض، انطلقت من مدينة كوسي بولاية النيل الأبيض حملة الحمى الصفراء وتستمر لستة أيام، وتستهدف الأطفال في محليات الولاية المختلفة بجانب آخرين بمخيمات اللاجئين والعائدين والمجتمع المستضيف في حدود الولاية مع دولة جنوب السودان. وقد تسهم الحملة في القضاء على المرض في سنوات قادمة. صدد تشييد حملة الحمى الصفراء اللي بتستهدف ولاية النيل الأبيض كل أطفال ولاية النيل الأبيض من عمر 9 أشهر لحد 6 سنة ونص، والمعسكرات بتاعت اللاجئين من عمر 9 أشهر لحد عمر 60 سنة. الاعتبار أنه المعسكرات كانت قبل عام 2014 ما كانت موجودة. آخر حملة تمت في ولاية النيل الأبيض في 2014 استهدفت كل الأعمار من 9 أشهر ل 60 سنة. دي حملة استثنائية لأنها بتستهدف الأطفال اللي تولدوا بعد 2014. وبمشاركة منظمات دولية ووطنية تجيء الحملة لحماية الأطفال بجانب آخرين من مخاطر الشلل في ظل دعوات بأهمية رفع الوعي المجتمعي بتطعيم الأطفال تقليلا لنسبة المصابين ومكافحة للمرض بصورة جذرية. واحدة من الولايات اللي بتفتكر أو في ناس بيفتكروا أن التطعيم بيأثر على الولادة، فعايزين نحفز الناس ونوريهم أهمية التطعيم وده دور تعزيز الصحة، وإن شاء الله الحملة تمشي بسلام. وطبعا برضو كلنا عارفين أنه ظهرت حالة وافدة بتاعت شلل، فبرضو حيكون في حملات جاية مستمرة في شلل الأطفال. وتأتي حملة الحمى الصفراء متزامنة مع دعوات رسمية إلى ضرورة تنفيذ حملات لإصحاح البيئة ومكافحة البعوض بجانب وضع سجل صحي للحمى الصفراء وصولا إلى ولاية خالية من الأمراض. محاربة البعوض بأشكاله في مثل هذه الأيام هي الخطوة الأولى للتحصين ضد الحمى الصفراء. لهذا أنا أدعو وزارة الصحة والمنظمات العاملة والإخوة في لجان المقاومة، نحن نريد أن نقاوم البعوض بنوعيه. ولأن الوقاية خير من العلاج دعا مختصون إلى أهمية تقوية النظام الصحي بالولاية بجانب الاستمرار في الحملات الصحية توعية وتطعيما بغية الوصول إلى مجتمع سليم ومعافى من كل داء. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي.